قال أبو العتاهية: الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره. الحمد لله بحسن صنعه، شكرا على إعطائه ومنعه. خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. فضلنا بالعقل والتدبير وعلم ما يأتي من الأمور. يا خير من يدعى لدى الشدائد، ومن له الشكر مع المحامد. أنت إلهي وبك التوفيق، والوعد يبدي نوره التحقيق. حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. إن كان لا يغنيك ما يكفيك، فكل ما في الأرض لا يغنيك. الفقر فيما جاوز الكفاف، من عرف الله رجا وخاف. إن القليل بالقليل يكثر، إن الصفاء بالقذال يكدر. من لم يصل فرض إذا جفاك، لتقطعن للهوى أخاك. العنز لا يسمن إلا بالعلف، لا يسمن العنز بقول ذي لطف. الله حسبي في جميع أمري، به غنائي وإليه فقري. لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابد. لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. من لاح في عارضه القتير، فقد أتاه بالبلى النذير. إن اختفى ما في الزمان الآتي، فقس على الماضي من الأوقات. من جعل النمام عينا هلكا، مبلغك الشر كباغيه لك. لكل قلب أمل يقلبه، يصدقه طورا وطورا يكذبه. لم يصف للمرء صديق يمذقه، ليس صديق المرء من لا يصدقه. معروف من به خداج، ما طاب عذب شابه عجاج. إياك والغيبة والنميمة، فإنها منزلة ذميمة. علمت يا مجاشع ابن مسعدة، أن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة بالشباب. أستودع الله أموري كل لها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. الحمد لله كثيرا شكرا، الله أعلى وأعز أمرا. ما شاء ربي أن يكون كان، والمرء يردي نفسه أحيانا. نستوفق الله لما نحب، ما أقبح الشيخ الكبير يصبو. يا عاشق الدنيا تسل عنها، ويل على الدنيا وويل منها. ما أسرع الساعات في الأيام، وأسرع الأيام في الأعوام.